أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا. تعيش المرأة الإماراتية عصراً من التميز والإبداع والتمكين بفضل قيادتنا الرشيدة التي تمثل الداعم الأول لبنات الإمارات في كل المجالات وليس في الرياضية فقط، ولعل كافة أشكال الدعم بمثابة علامة بارزة ومضيئة للمرأة سواء كانت لاعبة أو مدربة أو إدارية. يتجدد بكم مشاهدينا أينما كنتم عبر شاشة الشارقة الرياضية. مشوارنا في رياضة المرأة ينطلق بعزيمة فتاة زايد التي قبلت التحدي وكسرت الصورة النمطية لتثبت للجميع بأنها قادرة على خوض المنافسات ومشاركة نصف المجتمع الفعالة في المجال الرياضي. ونحن من خلال هذا البرنامج سننقل لكم أسبوعيا جميع الأحداث النسوية بالصوت والصورة، والبداية دائما ما تكون بالعناوين. الشارق الرياضي للمرأة يغرد بنجاحات لاعباته. البحرين بطلا لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لطائرة السيدات الخليجية. تألق النصر وفتيات الشارقة في رماية الذيل. البداية من الإمارة الباسمة، حيث احتفلت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال حفلها السنوي الذي أقيم بنادي سيدات الشارقة استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بحضور 300 من لاعباتها الرياضيات بهدف تشجيعهن وبث الروح الإيجابية بهن والشكر على ما قدمن من مجهودات كبيرة على ساحات المنافسات، حيث حصدت أندية المؤسسة عدداً من الكؤوس والميداليات الملونة خلال الموسم الماضي وحققت أفضل النتائج في البطولات المحلية والدولية. نتابع. ما أجمل أن يشعر الإنسان بأنه حصل على التكريم اللائق والمستحق بعد جهد وعناء وتعب. وقتها يحدث نفسه بأن الوقوف على منصات التتويج شرف ما بعده شرف، ويشعر بأنه قد أدى رسالته على أكمل وجه فاستحق التكريم. من هذا المنطلق وبهذا الفكر يسير نادي الشارق الرياضي للمرأة على نفس النهج. فكان حفل الاستقبال السنوي الذي شهده نادي سيدات الشارقة إيذانا ببدء موسم رياضي جديد، حيث كان الحضور ما يقارب 300 لاعبة من مختلف الرياضات، خير تعبير عن الروح الرياضية التي أصبحت بمثابة الوقود الذي يمد اللاعبات بالطاقة الإيجابية من أجل الإبداع والتألق ومن ثم الوقوف على منصات التتويج. اليوم تشرفنا بعمل حفل تعريفي لبداية الموسم الرياضي 2022-2023 واستقبلنا جميع اللاعبات من 11 لعبة. الحفل كان جدا جميل واستعداد قوي للموسم القادم اللي هو أيضا موسم جدا قوي. توجيهات النادي مختلفة تماما، نحن عندنا طموحات كبيرة، في أهداف كبيرة، يعني جالسين نحضر على هاي الأهداف. انتقلنا من التحضيرات المحلية إلى المنافسات على المستوى الخليجي ولا العربي. التحضيرات الموجودة عندنا هلأ نحن بصدد التوجه إلى تونس للمشاركة في البطولة العربية. البطولة العربية هي من أهم الفرق المشاركة، 15 فريق. إن شاء الله تعالى بيكون لنا بصمة عن يعني عن طريق النتائج ولا الأداء اللي بده يكون خلال البطولة إن شاء الله. النادي عم بيخطي خطوة كبيرة على كافة الألعاب، ونحن يعني كنا أول المحظوظين بهي الخطوات اللي عم نشوف البوادر لها. بإذن الله تعالى رح نكون قد هي المهمة ونحقق المطلوب الأهداف. المهم نحن الأهداف اللي عنا هي بطولة الأندية العربية بال 2024.
نادي الشارقة الرياضي للمرأة يحرص دائما على تعزيز الواقع الرياضي النسائي في الإمارة بصفة خاصة ودولة الإمارات بصفة عامة من خلال مبادراتها إلى جانب زيادة الألعاب التي تطرحها، ما تسهم في فتح المجال بشكل أكبر للمواهب والطاقات الرياضية لتتميز وتقدم ما لديها من قدرات. واليوم في معايير جديدة تساعد في تطوير الرياضة إجمالاً وتطوير المستوى في النادي عشان يكون في مشاركات خليجية وعالمية إن شاء الله. نقول أن نحن في هذا الموسم متفائلين خير ومستعدين، والنادي مو مقصر ويانا وعاطنا كل حقوقنا، وإن شاء الله هالموسم بيكون غير عن كل المواسم والحمد لله. هكذا استطاع نادي الشارقة الرياضي للمرأة أن يغير الصورة النمطية التي وضعت المرأة العربية في إطار وظيفي ضيق يحد من تطور إمكانياتها ومواهبها، وأثبتت من خلال احترافها الرياضة أنها شريك فاعل في العمل والإنتاج وفي تحقيق المنجزات والمكتسبات الفنية والثقافية والرياضية أيضا. طبعاً مثل ما شفنا تنوعت إنجازات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على الجانبين الرياضي والمجتمعي من خلال حزمة الأنشطة والبرامج والمبادرات التي تنظمها على مدار العام، وكذلك البطولات المختلفة التي تشارك فيها اللاعبات بجميع الرياضات سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الدولي. والحديث أكثر عن الموسم الرياضي الجديد تنضم معنا في الاستديو نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة الأستاذة هند الحسني. نرحب بك معنا في برنامج رياضة المرأة. أهلا ومرحبا إيمان، حقيقة أنا سعيدة جدا اليوم بتواجدي معكم في الاستديو، وخاصة يوم أشوف ما شاء الله الكوادر هاي اللي تهتم في رياضة المرأة خاصة في الإمارة الباسمة. أكيد طبعا. اليوم في البداية هند نبارك لكم مركز الوصافة في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات. الله يبارك فيك. أخذنا نحن المركز الثاني في هاي البطولة، كانت هي عبارة عن دورة خليجية أقيمت بتنظيم من أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك، شاركوا فيها الدول الخليجية وكانت منافسات جدا جميلة وقوية، وطلعنا بها بالمركز الثاني ولله الحمد، واكتسبنا فيها أصلا خبرة واستعدادا ما نقول للموسم الرياضي الجديد. أكيد دوم هذا الاحتكاك يساعد أن تكتسبون خبرة أكثر. شفنا ما شاء الله تميزكم وتألقكم في هاي البطولة. طبعا أستاذة هند، شو هي الخطة الاستراتيجية اللي يعتمدها النادي من أجل أنه يطور الرياضة النسائية في الشارقة؟ مثل ما تعرفين إيمان، نحن أصدروا المرسوم عندنا قيادتنا الرشيدة ب 2016 بإنشاء نادي الشارقة الرياضي المرأة، وبناء عليه نحن عددنا استراتيجية اللي هي تقوم في الاهتمام بالرياضة بشكل عام وبخاصة في إمارة الشارقة. كان من أبرزها هي إبراز دور اللاعبات في المحافل العالمية والداخلية والخارجية، تمكين الكفاءات، وأيضا ترسيخ المنظومة لتطوير الرياضة بشكل عام في إمارة الشارقة. جميل. اليوم كيف هي الآلية عشان تكتشفون المواهب، يعني مواهب اللاعبات، أو مثلا تبون تكسبون لاعبات أكثر غير اللاعبات اللي عندكم؟ نحن يعني حقيقة عندنا آلية يتم استخدامها عن طريق الفنيين في النادي. كيف تتم هذه الآلية؟ أولا المدربين اللي عندنا في النادي طبعا يتم اختيارهم بمعايير عن طريق خبراء وفنيين في مؤسسة الشارقة رياضة المرأة. بناء عليه هذا الفنيين أو المدربين بتكلم عليهم، يتم أول شيء البحث عن أفضل اللاعبات بإنجازاتهم. بعد ما يتم البحث عليهم بهاي الخطوة، الخطوة الثانية يتم عمل اللاعبة طبعا في بلادها بعمل فحص طبي. بعد ما نتأكد من أنها سليمة وخالية من أي إصابات، يتم استدعائها عندنا وضمها في الفريق. بعد ما يتم بنقولها تدخل في فحوصات عن طريق خبراء عندنا باسم مركز البحث العلمي في مؤسسة الشارقة رياضة المرأة، تدخل مع الفريق يشوفون شو هي طبعا مستوياتها من خلال احتكاكها، وبعد ذلك يتم رفع تقرير من المدرب إلى مركز الخبراء
حتى يتم ضمها. أكيد يعني أنت في رأيك أن الاستعانة بالنجوم اليوم يعني مثلا أصبح شيء مهم في الفرق أو المنتخبات، سواء كانوا تيبون لاعبات مقيمات أو محترفات. أي طبعا كيف يعني تأخذون هاي اللاعبات المحترفات؟ هاي عن طريق مثل ما قلت لك يتم استقطابهم، نشوف شو إنجازاتهم قبل ما نجيبهم هني، هاي شو كانت إنجازاتها السابقة، بعدها تعمل فحوصات، من هاي الفحوصات يتم انها هي يتم طبعا استقطابها وادخالها للفريق، وبعدها هي طبعا تتم في مراحل تدخل عند الخبراء يسوون لها نفس مثل ما بقول خطوات لاكتشاف ما هي طبعا من الخبرات الفنية اللي عندها، والمدرب بعد يرفع تقرير عنها وبناء عليه يتم ضمها. طبعا احنا ما نستقطب النجوم هذيلا في اي العاب، فقط الالعاب الجماعية، لان الحين حاليا احنا في الالعاب الفردية مش مسموح لنا ندخل فيها من المقيمات او المحترفات الا بعض منها. مثلا اذا كانوا المحترفات موجودين تاخذونهم في اول دوري تشوفون كيف ادائهم ومستواهم. صحيح. جميل. اليوم فروع نادي الشارقه الرياضي المراه ما شاء الله منتشر في ربوع الاماره، ماذا يضم نادي الشارقه فرع الوسطى والشرقيه من العاب سواء كانت فرديه ولا جماعيه؟ احنا نضم فقط الالعاب الجماعيه في الفروع اللي هي كره الطائره وكره السله. حاليا في وادي الحلو تم ضمينا لعبة جديدة، هي لعبة ريشة الطائرة، تعتبر هي لعبة فردية، لكن إذا بتكلم عن النادي الرئيسي طبعا النادي الرئيسي يضم الألعاب الفردية والألعاب الجماعية. الألعاب الجماعية اللي ذكرتها كرة السلة وكرة الطائرة، وبالإضافة إلى الألعاب الأولمبية القوس السهم، الرماية، المبارزة، كرة الطاولة، الفروسية، ألعاب القوة، وأيضا عندنا لعبة ريشة الطائرة. جميل. اليوم النادي ما شاء الله عودنا أنه دائما يقوم بالعديد من المبادرات سواء كانت المجتمعية، خلينا نتكلم عن هذا الجانب أكثر. نحن مبادراتنا أطلقناها إيمان عندنا في الصيف في شهر يوليو، برنامج اسمه فتيات اليوم بطلات الغد. هذا البرنامج أطلقناه على أساس أن نحن نستقطب لاعبات من بين السن 6 إلى 15 سنة، طبعا هم كلهم من فتيات يكونون. وصل هذا البرنامج تقريبا عدد المنتسبين فيه 623 لاعبة، طبعا ضمينا فيها 6 ألعاب أولمبية، الألعاب الأولمبية اللي طبعا تأهلش حق الأولمبياد، فنحن لازم نبدأ في استقطابهم من المراحل السنية الصغيرة، مثل ما هي القوس السهم، التايكواندو، الجودو، المبارزة، كرة الطاولة، وريشة الطائرة. بناء على هاي المبادرات او هذا البرنامج او هالبرنامج اللي اطلقناه، هي تعتبر التغذيه الراجحه للنادي ان شاء الله. يعني في المستقبل نحن صح ان نحن نزور عديد من المدارس، ولكن بهذه البرامج نستقطب اللاعبات عندنا. واكتشفتوا مواهب في هذه البرامج كثير. جميل. والجميل في هذا البرنامج ان نحن يوم ندخل فيه اللاعبات الصغار ما نجبر اي لاعبه تدخل وتختار اللعبه، لا هي تختار بنفسها شو اللي تحبه، على اساس اني انا باكر يوم بستقطبها خلاص هي حابه هاللعبه تدخل وبتبدع فيها. صح. ما شاء الله امس اقام النادي حفل استقبال اللاعبات طبعا للموسم الجديد. اليوم ماذا يحمل هذا الموسم سواء كان من معسكرات داخليه او خلينا نقول خارجيه، وايضا من بطولات محليه؟ نحن الموسم الرياضي دائما نسوي على بداية تقريبا شهر 9 تحفيز للاعبات وشكرهم طبعا على الموسم السابق، بالإضافة إلى المكرمة اللي طبعا نزلت للاعبات من سمو الحاكم. هاي عبارة عن تحفيز للموسم الرياضي، وطبعا نحن نتمنى طبعا المواسم القادمة تكون أكثر إنجازات للموسم القادم. المعسكرات إن شاء الله نحن وضعنا خطة للفرق الرياضية، بدت في شهر أغسطس قبل الموسم. عندنا معظم الفرق الرياضية كانت خارج الدولة في معسكرات، مثل معسكر المبارزة كانوا في مصر، ومعسكر القوس السهم شارك في دورة التضامن الإسلامي في شهر أغسطس، وبعدها شارك في بطولة أوزباكستان. معسكر كرة الطاولة أيضا كان خارج الدولة. فريق السلة راح إن شاء الله يشارك بتاريخ 10 سبتمبر في معسكر خارجي إن شاء الله في البطولة العربية بتونس. جميل. يعني اللاعبات ما شاء الله قضوا الصيف في المعسكرات الخارجية. جميل. اليوم النادي هو نحن ما نعتبره مكان رياضي فقط، إنما مكان تتعلم فيه الفتاة القيم والمبادئ الأخلاقية. اليوم إلى جانب اهتمامكم أنتم كإداريين بالجانب الثقافي والاجتماعي، كيف يتم تغذية اللاعبات في هذا الشأن؟ يعني أنتم ما شاء الله مو بس مهتمين في الرياضة، أنا أشوف ما شاء الله دائما تعلمونهم كيف الثقافة والمبادئ والأخلاق. نحن ما نهتم فقط في إدخال اللاعبات للبطولات، بل ندخلهم أو نشركهم في دورات تدريبية،
مو فقط للاعبات انما الطاقم الفني والاداري، كيف تتم اشراكهم في دورات؟ يعني عندي اللاعبات مثلا اذا كبروا او صار انها هي تبغى تكون اسره، ما هي المرحله اللي بتكون ما بعد هي تكوين الاسره؟ بتعتزل، صح. شو بنسوي؟ بناخذها بالتعاون مع الاتحادات نشركها في دورات، سواء انها تكون يا مدربه يا حكم يا طبيب معالج، ندخلها الدورات الى انها ما تستلم اللي هو بطاقه انها تكون مدرب تدخل عندنا، او بجانب اخر ان نحن ناهل قيادات نسائيه تقدر تمسك المناصب الرياضيه وتمثل اماره الشارقه بصوره مشرفه. اكيد، وهذا حصل عندكم في النادي، ما شاء الله عندكم لاعبات والحين موظفات في النادي. اكيد. اذا الاستاذه هند الحوسني نائب مدير نادي الشارقه الرياضي للمراه، نحن نتمنى لكم طبعا موسم حافل كالعاده بالانجازات والميداليات والكؤوس، نتمنى لكم التوفيق وشاكرين تواجدت معنا اليوم في البرنامج. ايمان، انا عندي سؤال لك. اسالي. تعرفين شو الفرق بين المؤسسة والنادي؟ اليوم لازم تعرفين، انا عارفه بس الجمهور انت لازم تقولي لي، ابغى اعرف كيف ابغى اسمع منك شو اليوم يعني. المؤسسة هي اللي تكون مسؤولة على النادي بشكل عام، والنادي هي على الالعاب. بس بشكل توضيحي اكثر، المؤسسة هي اليوم مسؤولة عن تطوير القيادات النسائية سواء كان من اللاعبات او الموظفات الموجودات، بالاضافة الى اقامة دورات تدريبية للاعبات لصقل مهاراتهم وانهم يوصلون للمنصات الرياضية او توظيف الخبراء الفنيين عندنا في المؤسسة. الحين حاليا إن شاء الله راح يكون عندنا مركز البحث العلمي. شو هو مركز البحث العلمي؟ عبارة عن موظفين بيكونون يعملون تحت في المؤسسة لكن للنادي، من أخصائي فيسيولوجي، أخصائي تغذية، طبيب معالج، عندك كل ما يشمل البحوثات العلمية للاعبات لتطويرهم. فالمؤسسة عبارة عن صقل المهارات وتأهيل القيادات للنسائية، أما النادي يهتم في الفرق الرياضية، المعسكرات وتطويرهم ومشاركاتهم في البطولات الداخلية والخارجية. شكرت على هاي المعلومات، والمشاهدين أصلا كانوا أكيد يبون يعرفون شو الفرق. دائما في شوي تكون لخبطة بين النادي والمؤسسة، بنسير المؤسسة ولا نسير النادي، فشوي تكون في يعني لخبطة في هذا الموضوع. نتمنى لك التوفيق هند، ونتمنى للاعبات والإداريات التوفيق. إن شاء الله يكون موسم جميل كالعادة مثل ما عودتونا بالإنجازات والميداليات الذهبية إن شاء الله. شكرا جزيلا. إذن إلى موضوع آخر مشاهدينا، حيث اختتم مجلس الشارقة الرياضي فعاليات النسخة الثامنة من صيف الشارقة الرياضي عطلتنا غير، بمشاركة ما يقارب 4000 منتسب من الجنسين، وبالتعاون مع 17 ناديا من أندية الإمارة، بهدف استثمار أوقات الفراغ وغرس روح العمل الجماعي وتنمية مهاراتهم الفكرية وزرع روح الولاء والانتماء واستغلال طاقتهم وابداعاتهم في مختلف المجالات. نشترك فيه كنا عطلتنا غير، وفعلا كانت غير. اخترنا محاور رئيسية منها هنا الشارقة، منها الهوية الوطنية، منها البيئات، وعندنا أنشطة تنوعت بين السباحة، بين القراءة، بين الورش، بين التغذية. هاي كلها توزعت بين منتسبات بلغ عددهم حوالي 35 من لا استغفر الله 45 من البنات المنتسبات للنادي وإعاقات مختلفة. طبعا الفترة هاي نحن اعتبرناها إثراء بعد فترة الانقطاع عن الكوفيد وما سببه، لكن الحمد لله رب العالمين رجعنا بقوة، يمكن هذا استعداد للفترة اللي بتي إن شاء الله. في إطار المسؤولية المجتمعية اللي يتبناها النادي، يحرص دائما على المشاركة مع فعاليات مجلس الشارقة الرياضي، ومنها مشاركتنا في فعالية معسكر صيف الشارقة الرياضي عطلتنا غير. حرصنا في المعسكر على أن يكون تنويع الأنشطة الثقافية والمجتمعية والرياضية للمنتسبين عندنا، وكان أعمار المنتسبين من 6 سنوات إلى 12 سنة. وتنوعت الأنشطة عندنا في النادي، منها الثقافية، الرياضية، الصحية والتراثية والاجتماعية، كما نظمنا العديد من الرحلات، منها الرحلات التعليمية والترفيهية بالتعاون مع المؤسسات والهيئات في إمارة الشارقة. بأ
بأجواء حماسية نجح فريق النادي البحريني في الظفر بلقب بطولة أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك لكرة الطائرة للسيدات، وذلك بعد مباراة ماراثونية خاضها أمام سيدات الشارقة الرياضي للمرأة في النهائي. فتيات البحرين قدموا أداء قويا وتمكنوا من التغلب على فريق الشارقة بثلاثة أشواط دون رد ليحصل على المركز الأول، فيما جاء فريق الشارقة في المركز الثاني. وللحديث أكثر عن أجواء المباراة الختامية تنضم معنا عبر الهاتف لاعبة الفريق البحريني منيرة سليمان. نبارك لكم في البداية هذا الفوز ونرحب بك معنا في برنامج رياضة المرأة. يا هلا حبيبتي، والله يبارك في حياتك يا رب. ما شاء الله منيرة، إنجاز قدمتوا فيه أداء جدا مميز، كلمينا عن أجواء هذه المنافسات. أول شيء الحمد لله توفقنا في هاي الإنجاز كمنافسة أولى في البطولة من عقب الانقطاع من بعد الكورونا. كانت منافسة وايد قوية، والحلو في الموضوع أن كانت كل الأفرقة بتشكيلة جديدة واللي هو وإضافات لاعبات صغار وموجودين احتمال أن يكونوا من قبل، بس أن كمشاركة أولى يتواجدون لهم في الملعب. فكانت منافسة وايد شرفة وبالأخص مع مجموعاتنا، يعني كان فريق عندنا فريق الكويت، وكانوا تقريبا اغلبهم من تحت السن 20 سنة، قدموا اداء وايد حلو، وانا اتوقع ان شاء الله في البطولات القادمه راح يكون فريق منافس لنا. وخصوص فريق الشارقه، الصراحه الفريق يعني جدا قوي، يعني عندهم اللاعبات الاساسيات واللاعبات الاحتياط كانوا منافسين، وكل لاعبه تدخل الملعب كانت فريق تاثر علينا بشكل ملحوظ صراحه. أكيد أنتوا اليوم كنتوا أمام خصم قوي في المباراة النهائية اللي هو نادي الشارقة الرياضي للمرأة، طبعا هو صاحب الألقاب، لكن منيرة ما هي أبرز النقاط اللي أنتوا يعني تم التركيز عليها قبل مباراة الشارقة؟ أول شيء احنا ركزنا على نفسيتنا في الملعب، يعني العامل الأساسي في المباراة النفسية. احنا ويا الشارقة من قبل في المأس، فاحنا عرفنا شنو نقاط القوة عندهم شنو نقاط الضعف عندهم، واحنا ركزنا على نقاط الضعف عندهم اكثر من القوه. ونفس الشيء كنا احنا لعبنا وياهم ركزنا على اقلاطنا، فيوم لعبنا معاهم في النهائي فكنا احنا جاهزين حق اي مداخله راح تصير من الفريق، اي يعني حركه مفاجئه نكون مستعدين لها. اكيد اليوم شفنا دموعك في الختام، كانت خلينا نقول خير التعبير عن الفرحه، حدثينا عن اجواء الفوز هذا اللي شفناه ما شاء الله منتشر في التواصل الاجتماعي. للأمانة هاي ما كان أول فوز لنا على المستوى الخليجي، كان هاي ثاني فوز لنا، بس كان الشعور يعني متخربط. يعني أول شيء كنا إحنا بنحافظ على اللقب كأبطال خليج، فكان هاي بحد ذاته ضغط. ثاني شيء أنا كوني أنا لاعبة من فترة وايد طويلة، كانت هاي أكبر فرصة لي إن أنا أثبت لنفسي وللفريق وللجميع إن أنا قد هاي الثقة وقد هاي المسؤولية اللي أنا يعني شايلتها في البطولة دي. فكان الشعور مخربط، إن يعني مخربط إن أنا قدرت أوصل صوتي في اللعب، وإن أنا أقدر، وإن أنا عندي بعد طاقة زيادة إن أنا أقدمها. أكيد أنتوا قدها لاعبة الفريق البحريني منيرة سليمان، شاكرين لك على هذه المكالمة ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا الموسم إن شاء الله. في الختام والله حابة أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد على دعمهم المستمر لنا في جميع المحافل الرياضية، وأشكر الشيخ علي بن محمد والشيخة حياة بنت عبد العزيز على دعمهم الخاص لرياضة المرأة، وخصوصا في الألعاب الجماعية وبالتحديد كرة الطائرة، إنهم يدعمونا للاستمرار والتطور. موفقين بإذن الله. إذا مع بداية كل موسم تنظم معظم الاتحادات والأندية داخل الدولة العديد من البطولات الودية وفق استراتيجية واضحة ومنظومة علمية تلبي طموحات ممارسي اللعبة، وكذلك تفتح المجال أمامهم للاحتكاك والاستعداد للمحافل الكبرى على المستويات كافة، مع
من هذا المنطلق نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي بمشاركة 4 أندية البطولة الودية للرماية الهوائية 10 متر لمسابقتي البندقية والمسدس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي نتابع. على أرض ميدان الرماية بنادي الذيد الثقافي الرياضي اختتمت بنجاح كبير منافسة البطولة الودية للرماية الهوائية 10 متر البندقية والمسدس، والتي نظمها النادي على مدار 3 أيام بمشاركة 4 أندية للرماية بالدولة، فيما حفلت منافسات البطولة التي شهدت مشاركة أكثر من 40 لاعب ولاعبة من فئات مختلفة الإثارة والتحدي. البطولات الودية تقام بشكل دوري بهدف اختيار أفضل اللاعبين الحاصلين على أعلى نقاط ليتم ترشيحهم للاتحاد من أجل المشاركة في بطولة العالم للرماية مع المنتخب في أكتوبر القادم، والتي تقام لأول مرة في جمهورية مصر العربية. تعتبر هذه المسابقة تقريبا الثالثة في خلال هذه السنة. نحن هذه نقيمها بين فترات المسابقات الرسمية، نقيم مسابقات ودية بين الأندية المتخصصة في لعبة الرماية، ولله الحمد في كل مرة يكون عندنا زيادة. وفي هذه الدورة الجديدة أو المسابقة انضم لنا نادي النصر في كلاعبات تقريبا 10 لاعبات، وإضافة إلى لاعبين 2، وهذه نعتبرها هن إضافة في لعبة الرماية، لأننا نحن نفتقر لأندية الرماية في مستوى كمستوى عام بالدولة، وهذا يشجع أن نحن ندعم ونكثر من هذه المسابقات. والمميز هذه البطولة أن أغلبية لاعبين المنتخب موجودين في هذه البطولة، والحمد لله أرقامهم ما زالت في تقدم قوية، وإن شاء الله مقبلين على بطولة كأس العالم إن شاء الله في شهر أكتوبر في مصر. إن شاء الله يقوم الاتحاد إن شاء الله باختيار لاعبين إن شاء الله ونشارك فيها، وإن شاء الله نمثل الدولة خير تمثيل إن شاء الله. نادي الذيد الثقافي الرياضي ينظم في كل عام 4 مسابقات رسمية، فيما ينظم اتحاد الإمارات للرماية 5 مسابقات لتنشيط اللعبة وعمل منافسات ودية بين اللاعبين من أجل رفع مستواهم الفني. طبعاً كانت فرصة سعيدة لنا أن احنا نشارك، خصوصاً اللي عندهم خبرة في الرماية، وشاركنا في تدريبات، عطونا تدريبات نادي النصر، والحمد لله أتاح لنا نادي الذيد التدريب قبل ذلك، واليوم أول مرة بطولة ودية، ولكن ما شاء الله ما شاء الله البنات بذلوا جهد وسعداء وايد بهالمشاركة. والله الأجواء حلوة، يعني وايدين جايين، يعني كل ما زاد العدد يكون أفضل، لأن تحسين تعرفين يوم ترمين هالأفكار اللي تي وقت البطولة يمكن رموا أحسن وأعلى، وكيف أنا برمي في البطولة هذا، يعني ها يعني يعني شيء من الأشياء اللي تخليك تحسين أنك أنت تبين ترمين أحسن وأعلى، فيعني حافظ شيء. تحتل لعبة الرماية مكانة مرموقة بين كل الرياضات في دولة الإمارات لعدة أسباب، في مقدمتها أنها صاحبة أكبر إنجاز في تاريخ الرياضة الإماراتية منذ تأسيس الدولة، ولارتباطها بقيم الشجاعة والذكاء والمهارة والتركيز. بطولة اليوم هي بطولة ودية وسعيدة جدا بمشاركتي فيها، طبعا شاركنا كبداية لنا نحن كفريق، وإن شاء الله ما تكون آخر مرة، وإن شاء الله تكون لنا مشاركات في المرات القادمة في البطولات بعد القادمة، ونشكر جميع القائمين على البطولة هاي، ونشكر جميع الإداريين والحكام ما قصروا فينا، وإن شاء الله يعني المرات الجاية نكون أفضل عن شيء. طبعا اليوم وجود فريق جديد من الجنسين في لعبة الرماية كفريق النصر سيثري بالتأكيد اللعبة ويزيد من قوة المنافسات، كما سيفتح المجال أمام المنتخب في عملية استقطاب عناصر جديدة تغذي الفريق في السنوات المقبلة من أجل المنافسة والفوز في كافة البطولات. إذن إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام مشوارنا اليوم، لقاءنا يتجدد معكم الأسبوع القادم، إلى أن يحين الموعد أستودعكم الله.